سؤال متكرر. أنا الحين في ملحق في الدور الثاني في السطح، يعني الموية ضعيفة، هذا شيء طبيعي لأن خزان الموية فوق السطح مباشرة فوق الملحق هذا، عكس الدور الأول والدور الأرضي تأتي الموية بقوة الجاذبية فتدفع فيصير الموية هناك أقوى. الحل تركيب ضاغط موية بالسطح يضغط كامل شبكة المنزل، أصبحت الموية قوية في الدور الثاني وفي كامل المنزل، بتلاحظ الفرق في الشاور وغيره، بشرط تكون مواسير التغذية عندك الخضراء المكبوسة حراريا أساس ما أحدث عندك تسريبات. أنا عندي ضاغط، خل نشغل نشوف الفرق. هذا الفرق. في من بيقول عندي تسرب الشطافات بعد الضاغط والخلاطات والليات بعد تفقع، هذا شيء طبيعي لأن السباك يوم ركبهن لك ما كان عندك ضاغط فما كان في تسريب، لو كم ركبهن بعد الضاغط بيضبط لك التسريب، بيلاحظ الخلاط ينقط بيضبطه، الشطاف ينقط من هنا بيشده. أما موضوع الليات، إيش الليات أصلي؟ ترى القروهي كامل راس كامل بلية طبيعي ريال، ركب ورقد ولا تخلي أنت قوة الضغط تتجاوز 2 أو 3 بار بالكثير، هذا صيني الراس، ما هذا هو، ما في مشكلة، ها ما في مشكلة، وأنا مشغل الضغط. فالمسألة هي تلقيطات، لقط وارتاح عقبها. وللتذكير صرف المويه عندك راح يزيد لان اصبحت المويه تصب بشكل اكبر.